20 سنويا تتعرض الى العنف اللفظي والجسدي من طرف زوجها. ضغيت بلي في الشخري بلي في الكبري في الشخري بلي في الكبري. استقبل برنامج ما وراء الجدران في العدد الاخير السيد علياء، المرأة التي أبكت كل الجزائريين، وقد عرض البرنامج تفاصيل قصتها المؤلمة، قصة 20 سنة من العنف من قبل زوجها ومن أهلها، فسردت آلامها وأوجاعها بحرقة زعزعت قلوب كل مشاهديها. شفت البيك اللي تاع البليان ضربت قلب نص ساعة وما ضربت طاط الخوايا كله قالت له ما حبتش تاكل قعدت في قلبي نربط بيها ونوض بيها كسرة سخونة كسرة سخونة كلها قدامي وزاد هو قال لي مصيبة هنايا تكذب عليه لا حول ولا قوة حوزت لي وين نروح ضريت من وقت الإرهاب شيء نرتاح تأثرنا بها باش كحنا نتبعوا بزاف حصات تاع الجدران يسي بوغسا نقولها شدي في الله ما كاش كيما ربي ربي قاعد على كرسي الحق سي نورمال تأثرنا بها أنا ما بكيت عليها كاع إن شاء الله ربي يفرج عليها وإن شاء الله إحنا كجزائريين بإذن الله إن شاء الله كاع نضمنوا معاها وربي يهدي هذا الزوج ربي يهديه ويهديه وكي نصلي وندعو له وندعو لها لهذا الزوج ربي يفرج عليها إن شاء الله شط الحصة هذيك تبعتها بيان سي نورمال ما كاش اللي ما يتشوكاش أختي عليا ما تخميش وإن شاء الله الشعب الجزائري كامل راهو معاك وهادو الاولاد اللي جبتيهم ان شاء الله ربي يبارك لك فيهم ما تدري بالك واحد يقرا ويعوضك على السنوات اللي ضاعت اثرت فينا هذيك المخلوقه والله حتى حبينا كاع نعاونوها والله غالب جات بعيده ولان الشعب الجزائري كعادته يقف مع المظلوم ويساعد المحتاج فان المئات من طلبات المساعده وصلت البرنامج من اجل مسانده علياء وابنائها التسعه فالف شكر لكم ايها الشعب العظيم كما ضروني ضروا الشعب